السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الجديد مهارات حل المسائل، اختيار العملية. سوف نتعلم في هذا الدرس أن نحل مسألة باختيار العملية المناسبة. لنحل المسألة علينا ألا ننسى خطوات حل المسائل، والتي تبدأ بفهم المسألة، ثم بعد أن نفهم المسألة علينا أن نخطط للحل. بعد التخطيط علينا أن نبدأ بحل المسألة، وأخيراً يجب أن لا ننسى بأن نتحقق من صحة الحل. لنحل المسألة هناك استراتيجيات معينة، من هذه الاستراتيجيات هي استراتيجية اختيار العملية المناسبة، والتي من الممكن أن تكون عملية جمع أو عملية طرح أو عملية ضرب أو عملية قسمة. كيف أعلم بأن العملية المناسبة هي عملية الجمع؟ إذا كانت المسألة هي عبارة عن ضم مجموعات، يجب أن أحل المسألة من خلال عملية الجمع. متى أختار الطرح؟ إذا كان عندي سحب مجموعة أو حذف أو مقارنة مجموعات. متى أختار عملية الضرب؟ إذا كان لدي ضم مجموعات فيها العدد نفسه من العناصر. متى أختار القسمة؟ عند التوزيع بشكل متساو. هل يمكن استعمال عمليتين مختلفتين لحل المسألة نفسها؟ أكيد يمكن. مثلاً عندما أخذنا درس مسائل متعددة الخطوات، كنا نستخدم أكثر من عملية لحل المسألة. أحياناً كنا نستخدم الطرح ثم الضرب، أو الطرح ثم القسمة، أو جمع وضرب. إذا كان لدينا طرح متكرر لنفس العدد، فأي عملية نستطيع أن نستعمل؟ طرح متكرر لنفس العدد، يعني التوزيع بشكل متساو، إذا نستطيع أن نستخدم القسمة. وماذا إذا كان لدينا جمع متكرر لنفس العدد؟ جمع متكرر لنفس العدد، هذا يعني ضم مجموعات متساوية، إذا يمكننا أن نستخدم عملية الضرب. فلنفتح الآن الكتاب صفحة 128 لتتابعوا معي هذه المسألة. دون الأستاذ رمزي ملاحظاته بخصوص دروس الفنون. استعمل هذه الملاحظات لحل المسائل. تأمل اللائحة ثم حل كل مسألة. اتفقنا بأن نستخدم خطوات حل المسائل لنحل المسألة. سأذكركم من جديد بخطوات حل المسائل: فهم المسألة، التخطيط للحل، حل المسألة، التحقق من صحة الحل. الملاحظات التي سجلها الأستاذ موجودة في الجدولين: الجدول الأول عدد المسجلين في صف الفنون، الاثنين 95، الثلاثاء 123، الخميس 78، السبت 107. في الجدول الثاني عدد الرسوم المتحركة، في مجموعة جميل 501 رسماً، في مجموعة ماجد 810 رسوم، في مجموعة ثريا 642 رسماً، في مجموعة الدنيا 756 رسما. إذن سأستخدم هذه الملاحظات لأجيب على الأسئلة التالية: كم بلغ عدد التلاميذ المسجلين في صف الفنون؟ لنجيب على هذا السؤال علينا أن نفهم المسألة، يعني أن نعرف ما هي المعطيات وما هو المطلوب. ما هي المعطيات؟
المعطيات موجودة في الجدول الأول، عدد المسجلين في صف الفنون. وما هو المطلوب؟ المطلوب كم بلغ عدد التلاميذ المسجلين في صف الفنون؟ الآن التخطيط للحل. التخطيط للحل يعني علي أن أعرف ما هي الاستراتيجية المناسبة لأحل هذه المسألة. طبعا الاستراتيجية المناسبة هي اختيار العملية المناسبة. أي عملية علي أن أختار؟ بما أنه سألني كم بلغ عدد التلاميذ، يعني عدد الكل. إذا سألني عن عدد الكل، هذا يعني بأنه علي أن أختار عمليات الجمع. الآن أنتقل إلى الخطوة الثالثة وهي حل المسألة. علي أن أبدأ بتدوين الحل. فإذا علي أن أجمع عدد المسجلين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس ويوم السبت، أي يجب أن أجمع 95 و123 و78 و107. أدون عملية الجمع عموديا حتى أتمكن من أن أحصل على المجموع، فأحصل على المجموع 403. لا أنسى بأن أكتب الجملة. عندما يكون لدي مسألة يجب أن أنتهي بكتابة جملة. السؤال كان كم بلغ عدد التلاميذ المسجلين في صف الفنون؟ حتى أكتب الجملة يكفي أن أشطب كم ثم أكتب الجملة بلغ عدد التلاميذ المسجلين في صف الفنون 403 تلاميذ. هكذا أكون قد أكملت حل المسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية. في يوم الثلاثاء حضر الأستاذ رمزي 25 ورقة رسم لكل تلميذ. كم عدد الأوراق؟ إذن سأبدأ بالخطوة الأولى لحل المسائل وهي فهم المسألة. ما هي المعطيات؟ المعطيات الموجودة عندي هي أن عدد التلاميذ المسجلين في صف الفنون يوم الثلاثاء هو 123. المعطى الثاني هو أن الأستاذ وزع لكل تلميذ 25 ورقة. ما المطلوب؟ المطلوب هو عدد الأوراق. الآن التخطيط للحل، يعني ما هي العملية المناسبة للحل؟ هنا لدي ضم مجموعات متساوية، إذن علي أن أستخدم عملية الضرب. إذن علي أن أستخدم عملية الضرب. 25 ضرب 123. طبعاً علي أن أجري عملية الضرب بشكل عمودي فأحصل على ناتج 3075. كما قلت سابقاً علي أن أنهي المسألة بجملة. أشطب كلمة كم وأكتب عدد الأوراق 3075 ورقة. هكذا أكون قد أنهيت المسألة الثانية. المسألة الثالثة، كم زاد عدد الرسوم في فريق ماجد على عددها في فريق جميل؟ المعطيات لدي هنا هي عدد الرسوم في فريق ماجد وعدد الرسوم في فريق جميل. عدد الرسوم في فريق ماجد 810 رسوم، أما في فريق جميل 501. عندما يسألني كم زاد، إذن ما هي العملية المناسبة؟
العملية المناسبة هي الطرح. 810 ناقص 501، أيضا يجب أن أجري عملية الطرح بشكل عمودي فأحصل على 309. أنهي المسألة بجملة أشطب كلمة كم، ويبقى زاد عدد الرسوم في فريق ماجد على عددها في فريق جميل ل309 رسوم. المسألة الأخيرة، يحتاج عرض الرسوم المتحركة إلى 12 رسما في كل ثانية، كم سيستمر العرض عند مجموعة دنيا؟ هل ستتخلى هذه المجموعة عن عدد من رسومها؟ كم رسما؟ في هذه المسألة لدي ثلاثة أسئلة، سأبدأ بالسؤال الأول، يحتاج عرض الرسوم المتحركة إلى 12 رسما في كل ثانية، كم سيستمر العرض عند مجموعة دنيا؟ المعطيات عندي في هذه المسألة، لعرض الرسوم المتحركة نحتاج في كل ثانية إلى 12 رسما، وأن في مجموعة دنيا 756 رسما. ما المطلوب؟ مطلوب كم سيستمر العرض عند مجموعة دنيا؟ إذن ما العملية المناسبة لحل هذه المسألة؟ هنا عندي توزيع في مجموعات متساوية، إذن يجب أن أستخدم عملية القسمة، يجب أن أقسم 756 على 12 فأحصل على ناتج 63. لا أنسى أن أنهي المسألة بجملة أشطب كلمة كم، فيبقى سيستمر العرض عند مجموعة دنيا 63. هذه إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ستتخلى هذه المجموعة عن عدد من رسومها؟ كيف أعرف إذا كانت هذه المجموعة ستتخلى عن عدد من رسومها؟ سأتذكر درسي السابق حل المسائل تفسير الباقي. إذن هنا يجب أن أنظر إلى الباقي، الباقي هنا صفر، إذن لم يبقى لديها أي رسم، فإذن هي ليست بحاجة لأن تتخلى عن أي رسم. بما أنها لن تتخلى عن أي رسم، فإذن لا داعي لأن أجيب على السؤال الثالث الذي هو كم رسما. إذن أصدقائي، سأذكركم عندما أحل مسألة علي أن لا أنسى الخطوات الأربعة لحل المسائل: فهم المسألة، التخطيط للحل، حل المسألة، التحقق من صحة الحل. يجب أن أعرف ما هي الاستراتيجية المناسبة، يجب أن أعرف أي عملية يجب أن أستخدم، جمع، طرح، ضرب أو قسمة. والآن حان دوركم لأن تنجزوا التطبيقات.